كان اسم الملكة ده كان اسم لهالة سيدي في مسلسل جعفر العمدة. الله يبارك فيكم. الأول ما فيش خلط بين جعفر العمدة والفيلم ده، كان لقب ما كانش اسم العمل. العمل ده كان اسمه كتف قانوني، إنما بما إن كتف قانوني دي مفهومة في مصر بس مش مفهومة في بقية الوطن العربي، فاخترنا اسم الملكة لأنه لقب لهالة مش لأنه اسم عمل عملته قبل كده، فبيضيف ما بيقللش. خلينا بقى عن أخطبوط أكتر من مصر في عمل واحد، وورسكي اتعامل زي ما بنت. الحقيقة إن احنا كلنا أصحاب، وكانت الحياة بينا كلها مسخرة يعني، ما تقلقيش، كنا بنضحك بس يعني. العمل كان دمه خفيف لدرجة ان احنا ما كناش بنعمل حاجة غير اننا بنضحك، بننزل نتبسط.